السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ صف الأول. اليوم حنحل مع بعض تدريبات الضرب. تدريبات الضرب الحصة الماضية حلينا تدريبات جمع ثلاثة أعداد. طبعا جمع ثلاثة أعداد تمهيد للضرب، لأن الضرب هو عبارة عن جمع متكرر، لكن الاختلاف بينه وبين جمع ثلاثة أعداد إن حنجمع نفس الرقم، والضرب هو اختصار للجمع المتكرر. يلا مستعدين. وجد فرحان وأصدقاءه بعض الحشرات اللطيفة. ساعدهم في عد الحشرات التي معهم، ثم أكمل الفراغات. يلا نشوفوا مين بنوض أول واحد. يلا خلونا نبدو بريتان. الصوت. السلام عليكم. يلا رسالة، افتح الصوت كتر كمان. ريتان يلا الصوت ما باش يفتح عند ريت. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ريان ولا ريتان؟ ريتان. ايه ولينا كاتبة ريان ولينا نعرفك ريتان. يلا شوف يا ريتان، عندي فرحان عنده هو وأصدقائه مجموعة من الحشرات اللطيفة. طبعا هنا ساعدهم على عدهم، هنا في ثلاثة وهنا ثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة تسعة، واثنين ثلاثات يعني ثلاثة وثلاثة ستة، صح ولا؟ نجو للمجموعة الثانية. هذه مجموعة كم فيها يا ريتان؟ أربعة. وهذه أربعة. وهذه أربعة. أربعة زائد أربعة زائد أربعة. يلا يا ريتان، أربعة زائد أربعة ثمانية. ثمانية. ثمانية نزيدوها الأربعة الأخيرة. عدي يلا بعد الثمانية أربعة. تسعة. يلا. نعم ماشي. عدي بعد الثمانية زيدي أربعة يا ريتان. بعد الثمانية تسعة. يلا يا ريتان تسمع فيها. ثمانية. بعد الثمانية زيدي أربعة. بعد الثمانية تسعة. تسعة. عشرة. أحد عشر. أحد عشر. اثنى عشر. اثنى عشر. إذا أربعة وأربعة ثمانية، ثمانية وأربعة اثنى عشر. إذا ثلاثة أربعات قديش طلع لي يا ريتان؟ اثنى عشر. اثنى عشر، شكرا لريتان. يلا يا سجود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجود، عندي مجموعة من الحشرات، يلا كم عندي هنا؟ اثنان. وهنا؟ اثنان. وهنا؟ اثنان. وهنا؟ اثنان. وهنا؟ اثنان. إذا كم عندي اثنان؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة خمسة اثنينات. يلا نعدوهم. اثنان زائد اثنان يا سجود أربعة. أربعة زيدها اثنان أربعة خمسة ستة. ستة نزيدها اثنان سبعة ثمانية. ثمانية نزيدها اثنان عشرة. عشرة. لما عندي خمسة اثنينات معناها قداش؟ عشرة. عشرة من الحشرات، شكرا لسجود. يلا نقفل عند سجود، نفتح عند أيمن. امتنان، افتحوا الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيمن. السلام عليكم. أهلا وسهلا. يلا مستعدين للإجابة؟ إيه. يلا شوية بس خل نعدلها. يا وين أيمن يا امتنان؟ يلا يا أيمن. باه شوفي معي هني كم عندي حشرة يا امتنان؟ أربعة. خمسة. خمسة. وهني؟ خمسة. وهني؟ ستة. لا خمسة. 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 وهني؟ خمسة. إذن عندي أربعة خمسات. يلا خمسة زائد خمسة يا امتنان. عشرة. عشرة. يلا يا أيمن. عشرة زائد خمسة. أيمن؟ أربعة. عشرة زيدها خمسة. يلا يا أيمن. خمسة عشر. خمسة عشر زيدها خمسة يا امتنان. عشرون. عشرون. أحسنتي أيمن. إذن أربعة خمسات قداش طلعت؟ يلا يا أيمن. أربعة عشرون. عشرون. أحسنت يا أيمن وامتنان. ممتاز. يلا ناخد وسام. أفتح الصوت يا وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا عندي مجموعات من البعوضات. يلا هذه المجموعة كم فيها؟ عدها يا وسام. ثمانية. والمجموعة الثانية؟ ثمانية. ثمانية زائد ثمانية؟ ثمانية. تسعة. عشرة. إحدى عشر. اثنى عشر. ثلاثة عشر. أربعة عشر. خمسة عشر. ستة عشر. ستة عشر. إذن اثنين ثمانيات اللي هي اثنين ضرب ثمانية كم طلعت لي؟ ثمانية عشر. لا اثنين في اثنين ثمانية. ستة عشر. أحسنت يا وسام. شكرا لوسام. نفتح لي سارة ومريم. وعدتم أمس. السلام عليكم. يلا يا سارة ومريم. السلام ورحمة. أهلا وسهلا بكم. يلا انظر إلى الصور ثم املأ المربعات. شوفوا هنا محلولة. هنا عندي 2 زائد 2 زائد 2 تساوي 6. 3 اتنينات هي عبارة عن 6. يلا يلا كم عندي دودة هنا يا سارة؟ 2. باه. وهنا يا مريم؟ 2. 1. وهنا يا سارة؟ 2. وهنا يا مريم؟ 2. وهنا يا سارة؟ 2. وهنا يا مريم؟ 2. أحسنتم. يلا سارة 2 زائد 2 3. 4. 4. 4 زدها 2 5. 6. 6 زدها 2 7. 8. 8. باهي مريم 8 زدها 2 عشرة. عشرة نزيدها آخر حاجة اثنان. إحدى عشر. اثنى عشر. اثنى عشر. كم عندي اثنان؟ ستة. ستة اثنينات. عندي ستة اثنينات. إذن ستة اثنينات كم فيها؟ كم فيها ستة اثنينات؟ قديش طلعت لي؟ اثنى عشر. اثنى عشر. بارك الله فيكم سارة ومريم. أحسنتم. نور الجربي أفتحي الصوت. يلا يا نور. كل سنة أنت طيبة يا ابنة. وأنت طيبة عش من شافك يا نور. كيف حالك؟ كيف حال الصحة؟ الحمد لله. يلا يا نور نعدوا قداش عندي أهني الحيوان البحري هذا. سرطة. واحد. كم هني فهد؟ اثنان. لا هما اثنان. ما شوفين كويس او حنكبر لك الصورة. اربعة. اربعة. وهني اربعة. اربعة تانيات.
وهني أربعة. أربعة وهني أربعة. أربعة كم عندي أربعة؟ ثمانية. كم عندي أربعات؟ أربعة. أربعة أربعات، يلا توا بنجمعهم. أربعة زائد أربعة يا نور ثمانية. باهي، ثمانية هذه زدها أربعة. ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر. اثنى عشر. ركزي، أيوة، اثنى عشر. زدها أربعة، بعد الاثنى عشر تعدي. ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر. ستة عشر، إذا أربعة أربعات قديش فيها؟ ستة عشر. ستة عشر، بارك الله فيك يا نور، وأهلا وسهلا بك. يلا نفتحوا لي 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 من مناظر، يلا رؤيا وبعدها ريحانة نوضيني. حاضر حنوضك يا ريحانة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابنة. يلا يا رؤيا شوفي معي، انظر إلى الصور ثم املأ المربعات. عندي هنا أنا محلول، هو هذا هذا صورة، اثنان ثلاثة، طبعا هذا فرس النهر، أربعة خمسة، خمسة خمسة، كل مربع فيه خمسة، كل مجموعة فيها خمسة، وأنا عندي خمسة مجموعات، إذا خمسة عشرة، خمسة عشر، عشرون، خمسة وعشرون. عندك مجموعة من القردة يا رؤيا، هذه مجموعة ومجموعة، كم عندي في كل مجموعة؟ إيه عديهم يا، واحد، كم عندك في المجموعة الأولى قرد؟ ستة. عدي كويس، مش ستة، أقل شوية. يلا يا نو يا رؤية، رؤية نعم نعدهم يلا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. اثنين خمسة، تعال نشوف المجموعة الثانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة. إذا كم عندي في المجموعة؟ خمسة وخمسة، معناها اثنين خمسات، اثنين خمسات، خمسة وخمسة. شن تساوي يا رؤيا؟ ديري خمسة وخمسة تساوي عشرة. عشرة، ممتازة يا رؤيا، أحسنتي، شكرا لرؤيا. نقفل عند رؤيا، نفتح عند عند عند، يلا نشوفوا. احنا قلنا ريحانة مش ما تزعلش، هاي افتح يا ريحانة. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا يا ريحانة، عندي عروس البحر يا ريحانة، عندي هنا مجموعة كم فيها، ومجموعة الثانية كم فيها، ومجموعة الثالثة كم فيها، ومجموعة الرابعة كم فيها، كم عندك؟ اثنان مجموعة. ايه وكم مجموعة هم؟ لا مش اثنان مجموعات، المجموعة فيها اثنان حوريات. كم حورية عندك في كل مجموعة؟ ضوء. اثنان. وكم مجموعة عندي؟ كم مجموعة عندي؟ أربعة. أربعة، معناها عندي أربعة. أربعة. اثنينات. با. أربعة اثنينات. يلا أجمعي لي قداش عندي حورية بحر. يلا. أجمعي لي قداش عندي حورية بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثمانية. ثمانية حوريات. حوريات، شكراً لريحانة. كل سنة وأنتي طيبة. وأنتي بصحة وسلامة. كل سنة. وانت بصحة وسلامة. عبد الله نور الدين وبعدها محمد مؤيد، يلا عبد الله. السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام يا عبد الله. يلا يا عبد الله،
عبد الله عندي مجموعة من القطط، يلا عندي ستة مجموعات، هذه مجموعة، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، كل مجموعة من الستة مجموعات كم فيها قط؟ أربعة. أربعة يعني ستة من أربعة أو ستة أربعات، ستة أربعات. هنعدوهم، ستة أربعات، يلا أربعة زائد أربعة ثمانية. ثمانية نزيدوها أربعة، يلا بشوي علينا لنقدر نوصلولها، يلا اثنا عشر. اثنا عشر نزيدوها أربعة، ستة عشر. ستة عشر نزيدوها أربعة، أربعة فراس، ستة عشر فراس وأربعة في بعد ستة عشر. عشرون. عشرون زيدها أربعة، يلا خلاص قريب كملوا. عشرون فراسي واربعة في يدي، بعد العشرون اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، أربعة و أربعة عشر، أربعة و سبعة عشر، عشرون وأربعة أربعة واحد وعشرون، أربعة وعشرون. إيه يلا يا عبد الله افتح الصوت يا عبد الله. اها عشرون واربعة واحد وعشرون، يلا يا عبد الله. واحد اثنين وعشرون، ثلاثة وعشرون، اربعة وعشرون، خمسة وعشرون، اربعة وعشرون بس، يلا اربعة وعشرون. شكرا لي عبد الله. محمد افتح الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا محمد عندي ثلاثة مجموعات، هذه المجموعة الاولى، هذه الثانية، وهذه الثالثة من الدببة. المجموعة الواحدة كم فيها متساوياتهم في العدد؟ عدوهم يا واحد، كم عندي؟ ثمانية أقل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إذا عندي كم سبعة؟ ثلاثة. ثلاثة سبعات، يلا سبعة زائد سبعة يا محمد. سبعة وسبعة، يلا يا محمد. أربعة عشر. أربعة عشر في راسك، زيدها سبعة يا. يلا يا محمد. خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، واحد وعشرون. واحد وعشرون، إذن ثلاثة سبعات، واحد وعشرون. هذا كله اختصار أو تمهيد للضرب، لأن حتاخذوا جداول الضرب في الصف الثاني. يلا نفتحوا لإلياس، أفتح الصوت، وبعد ريتال، يلا وطي روحك، وبعد ريتال شودية. السلام عليكم. سلام. يلا يا إلياس، عندي مجموعة من القطط، هذه المجموعة الأولى، ثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، ثمانية مجموعات. كل مجموعة يا ترى كم فيها يا إلياس؟ ثلاثة. إذا كم عندي ثلاثة؟ ثمانية، ثلاثات، ثمانية، ثلاثات. يلا نجمعوهم، ثلاثة زائد ثلاثة يا إلياس؟ ستة. ستة نزيدوها ثلاثة؟ تسعة. تسعة نزيدوها ثلاثة؟
12 12 زيدوا هات 3 15 15 زيدوا هات 3 18 ممتاز 18 زيدوا هات 3 21 21 زيدها 3 يا إلياس 24 ممتاز يا إلياس بارك الله فيك أحسنت يا إلياس شكرا يلا نقفل عند إلياس نفتح عند ريتال أفتح الصوت يا ريتال ممتازة يا جمانة ريتال السلام عليكم أفتح الصوت يا ريتال يلا حاضر همام بعد شودي همام التجميل عليكم السلام وعليكم السلام يلا يا ريتال انظر إلى الصور ثم املأ الفراغات شوفي هنا عندي قنفذ 2 3 4 وهنا 4 هنا مجموعة وهنا مجموعة كل واحدة تحتوي على 4 4 و 4 8 فونجوري باء هو اللي بتحلي هنا كم عندي مجموعة هذه مجموعة وهذه مجموعة 3 3 مجموعات كل مجموعة يا ريتال كم فيها عجل بحر؟ 3 عدي المجموعة الواحدة كم فيها خمسة. عجل؟ 5 يلا يا ريتال 5 زائد 5 15 كلهم 15 5 و 5 10 و 5 5 10 أحسنتي يا ريتال شكرا لريتال شودي واتي بعدها همام وبعد همام نشوفه من بنوضه يلا يا شودي افتح الصوت السلام عليكم عليكم السلام يلا حبيبتي هاي انظر الى الصور ثم املأ الفراغات شوفي هنا شوفي مجموعات الفراولة هذه مجموعة هذه مجموعة تحبي الفراولة انت ثلاثة مجموعات كل مجموعة كم فيها فراولة يا شودي؟ واحد اثنين ثلاثة استني 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 المجموعة الأولى هذه المجموعة الثانية هذه المجموعة الثالثة المجموعة الأولى كم فيها؟ واحد عديهم فراولات هما واحد اثنين ثلاثة ثلاثة والثانية الثانية ثلاثة والثالثة ثلاثة يلا ثلاثة شفتوها ضارب ثلاثة ثلاثة ضارب ثلاثة يلا ثلاثة زي ثلاثة ثلاثة زي ثلاثة تسعة لا كلهم تسعة ثلاثة زي ثلاثة زي ثلاثة بقى ثلاثة زي ثلاثة ستة ستة زي ثلاثة احنا قاعدين في الجمع المتكرر يلا سبعة ثمانية تسعة تسعة أحسنتي يا شودي ممتازة ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة تسعة ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة يلا يا همام وبعد معتصم ولا منتصر همام التجوري سلام عليكم وانت طيب يا همام يلا يا همام نبي نشوف قداش عندي مجموعة يلا واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 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 مجموعات كل مجموعة كم فيها كرزة أو كريز المجموعة الواحدة قداش فيها اثنان اثنان إذن عشرة ضرب اثنان عشرة وعشرة معناها قداش؟ عشرون عشرون أحسنت يا همام شكراً لهمام نقفل عند همام نفتح عند المنتصر يا خيرك يا السلام عليكم يلا عليكم السلام وانت بصحة وسلامة يلا يلا يا معتصم عندي مجموعة من الجزر هذه المجموعة منتصر ما انت مش خش باسمي يلا ما انت معتصم خوك ولا يلا كم مجموعة عندك يا منتصر مش خوي كم مجموعة
عشرة. هي عشرة، عشرة حبات. نبي المجموعات كم؟ مجموعة مجموعة ثلاثة من كل مجموعة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. كل مجموعة كم فيها جزرة؟ ثمانية. يلا ثلاثة ضرب ثمانية، ثمانية زائد ثمانية يا معتص يا منتصر. ثمانية زائد ثمانية. يلا يلا ثمانية وثمانية عدهم كلهم. يا واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشر عشرون واحد وعشرون اثنين وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون أربعة وعشرون بس أربعة وعشرون. شكرا. نفتحوا لي فاطمة وفتحية يلا وبعده حنفتحوا. السلام عليكم يا بلا. رحمة الله لطيبة. هاي وانت يلا انظر وانت طيبة حبيبتي انت واختك. يلا انظر الى جميع هذه السيقان ثم املأ الفراغات. شوفوا معي هنا كم ساق. اول حاجة عندي هم خمسة بنات كل بنت عندها ساقين، خمسة ضرب اثنان عشرة. توا شوفوا كم عندي حشرة جرادة. واحدة اثنين ثلاثة 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 ضرب عدد الرجل الأرجل، كم كل واحدة عندها أرجل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يلا ستة زائد ستة ثمانية عشر كل مع بعض ثمانية عشر، لكن ستة زائد ستة اثنى عشر، اثنى عشر زائد ستة ثمانية عشر. شكرا لي فتحية. يلا نفتحوا لي من يقول طيبة. يلا يا طيبة. السلام عليكم ميس. وعليكم السلام. ويلا سلمى بعد طيبة. يلا يا طيبة كم عندي أخطبوط يا طيبة؟ خمسة. خمسة. كل أخطبوط كم عندها رجل؟ ثمانية. يلا نجمعوا عدد الأرجل. ثمانية وثمانية ستة. ستة عشر. ستة عشر وثمانية. أنا حنساعدك فيها. يلا ثمانية ستة عشر ها أربعة وعشرون اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون زيدها. يلا ثمانية ها ثمانية وثلاثون زيدها. مازال ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون ساقا. شكرا لطيبة. أحسنت يا طيبة. يلا تو نفتح لسلمى. السلام عليكم يا سلمى. السلام عليكم. وبعدها سجود. يلا سلمى كم حمار يوجد في الصورة يا سلمى؟ ثلاثة. ثلاثة. وكم رجل لكل حمار؟ أربعة. أربعة زائد أربعة زائد أربعة. يلا أربعة وأربعة ثمانية. زيديهم أربعة يا سلمى. اثنى عشر ساقا. شكرا لسلمى. ما شاء الله عليك يا سلمى بارك الله فيك. سجود. افتح الصوت. حاول ان كلكم تنوضوا اليوم ان شاء الله. السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا سجود، هذه بعض القطط مصابة في أرجلها بالسقال المربوطة. بس أول حاجة، كم عندي قطة يا سجود؟ أربعة. أربعة ضرب كم؟ كل قطة عندها ساق مربوطة؟ القطة الواحدة أربعة. القطة الواحدة قديش عندها ساق مربوط؟ واحد. واحد. عدد كل السقال المربوطة كم؟ أربعة. أربعة. شكراً، بارك الله فيك. يلا مني مناضش، مناضش نهائيا في الصف الأول. ها الصف الأول اللي مناضش من تلاميذ الصف الأول. وسام نضنا، فاطمة أفتحي، ورؤيا مسعود حاضرة. نطي رؤيا، يلا. السلام عليكم أبلة. وعليكم السلام يا فاطمة. فاطمة كم عندك حلزون أمامك؟ ثلاثة. ثلاثة. كل حلزون كم عنده ساق؟ واحد. واحد. به عدي لي، هذا ساق، هذا ساق، هذا ساق. كم ساق عند الحلزونات الثلاثة كلهم؟ ثلاثة. ثلاثة. أحسنت يا فاطمة، شكرا لفاطمة. يلا يا رؤيا، السلام عليكم. السلام. يلا يا رؤيا، عندي المراجعة في صفحة 52. اكتب أثقل أو أخف يا رؤيا. عندي القرد وعندي القطة. القرد هل هو أثقل ولا أخف من القطة؟ أخف. أخف. والقطة خيرها؟ ثقيلة. أثقل ولا أخف؟ ثقيلة. أثقل. إحنا قال اكتب أثقل أو أخف. شكرا لرؤية. يلا بما أنك قعدتي آخر واحدة، حلي للثانية. يلا، كل دائرة تمثل وحدة واحدة. يلا يا رؤية، الخنفساء كم تزن؟ نعدوهم يلا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، احداش، اثناش، ثلاثة، أربعاش، أربعاش، خمساش، ستاش، ستاش. والذبابة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثمانية. من الأثقل، الخنفساء ولا الذبابة؟ الخنفساء. الخنفساء. ومن الأخف؟ الذبابة. الذبابة. أحسنتي. الخنفساء أخف والذبابة أثقل. شكرا لرؤيا. يلا يا جمانة، أفتح هاي آخر واحدة، هنأخذها جمانة هاي الحصة على حتنتهي. السلام عليكم يا جمانة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا أكمل الأعداد الناقصة. هنا 26، من اللي قبلها؟ 25. ومن اللي بعدها؟ 27. ومن بعد 27؟ 28. 28. 31 من بعدها؟ 32. 32. 33 من بعدها؟ 34. 34 من بعدها؟ 35. 35. شكرا يا جمانة. أنا حنحل المسائل، هي 23 زائد 9 زائد 6 29. 29 زائد 8 37. 6 زائد 28. طبعا هنا فيها تحميل، لكن انتم مازال مش واخدين التحميل، هذا علاش مش مجبرين بيه لين تاخدوه، مش مقرر عليكم. طبعا هي تساوي 34. 8 زائد 3 11 زائد 5 16. 28 ناقص 5 23. 23 ناقص 7. طبعا هنا فيها تحميل، هو خطأ انه مفروض ما فيش تحميل، خلونا نحله هذه. 40 ناقص 4 36، حتى هذه فيها تحميل وانتم مش واخدين التحميل. نجو لي 23 ناقص
سبعة طبعاً هنا لما لو فيها استيلاف طبعاً أنتم مش واخدين الاستيلاف، لذلك حنحلها طول اللي هي فيها 16. كذلك 25 35 أعتذر 35 ناقص 9 تساوي 26. هنا حتى هي أمثلة، كم عندي بيضة هنا؟ 4 و 3 7، وهنا 4 و 3 7، 7 زائد 7 14. إذن 2 سبعات تساوي 14. وهنا نكون وصلنا لنهاية حصة اليوم ودرس اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحصة. نلتقي حصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.